يعني فاهم يعني اقول لكم بصراحه كده اعتراف من شده كنت يعني كان نفسي سيدنا يعني ساعدني سيدنا ما ساعدنيش. ف قعدت افكر بقى اقعدها لي ازاي عشان ما اجيبش. فكان سنه 89 لو تفتكر سيدنا من الرحله الكبيره الرحله الكبيره اربع شهور اغسطس شهر ديسمبر ايوه بعد كده في استراليا وكان نزول دالاس وقتها في شهر اكتوبر وانا عارف فرق الجليد كان ده بياخد وقت قبل ما بيبقى الدنيا فانا قلت اروح اخد الراجل يديني فيزا عشان اجهز لرحله سيدنا و بعد يعني ما تخلص رحله سيدنا بالسلامه ارجع مصر ارجع مع الجرين كارد عشان يعني اخد الوقت اللي انا عايزه. ففعلا رحت للقصر وقلت له بص انت عارف بس بابا مسافر امريكا زي اللي انا دارس في شهر اكتوبر دي محتاج استعدادات وترتيبات للرحله بتاعت بس بابا دي اول رحله سيدنا من سنه 77 فقلت له اديني جرين كارد اديني اسمه ده فيزا واول ما سيدنا تنتهي رحلته بالسلام انا ارجع وقت مع الجرين كارد عشان الجرين كارد بعد بياخد وقت. فقال لي انت مستعد للسفر؟ قلت له جدا. قال لي انا عايز اسافر قد ايه؟ قلت له يعني كتير قوي في اسبوع. قال لي خلاص انا هجيب الجرين كارد في خمس ايام. ازاي تكون خمس ايام؟ قال انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ فين الورق؟ فاكر اليوم ده كان يوم الاثنين. دس الورق قال النهارده ايه كلمه الاثنين؟ قال لي تعالى خد الخميس. اكشلي قال لي خمس ايام. فانا رحت الخميس اخذت الظرف ده هو بتاع الجرين كارد اللي بنقدمه في السفاره. فدي كانت مشاعر. ايه الفرق من وجهه نظر حضرتك بين الخدمه في مصر والخدمه في امريكا؟ ومين الاصعب؟ هي الخدمه في كل مكان ليها تعزياتها وبركتها وليها صالتها. انا ما اقدرش اقول فين اصعب وفين مش اصعب. بس انا بحس ان هنا مثلا خدمه انا يمكن بتكلم اكتر على البايسز عندنا يعني انا برضه ما اعرفش انا بهم كتير بس احنا عندنا الاعداد في الكنائس يعني بكتير مثلا اي كنيسه بتخدم بكتير مثلا 200 عيل فانا بحس ان التركيز على العمل الفردي هنا اكتر يعني الاب الكاهن بيبقى عارف الاسره باولادهم بظروفهم احوالهم انما طبعا في مصر مع الاعداد الكبيره جدا صعب ان يكون الاب الكاهن بيبقى عارف كل واحد. فهنا بحس ان العمل الفردي اقوى بكثير جدا من مصر. مصر في اغلب الاوقات اللي بيروحوا الكنيسه هم اللي بيتخدموا واللي بيطلبوا مواعيد هم اللي بيتخدموا هم اللي واخدين وقت الاباء الكهنه. انما لو واحد يعني ما راحش ربما ما حدش يدرس حاسس بيه. طبعا يعني هم معذورين في الحكايه دي مع الاعداد الكبيره جدا جدا. مصر فيها ريسورسز كتيره يعني انا مثلا عايز اجيب خدام اجيب شمامسه هلاقي عندي ريسورسز كتيره. هنا ممكن يكون في بعض البلاد ما تلاقيش شيء واحد حتى شماس يقول وراك ايه توصيف كيس توصيف ايه. انا فاكر مره في كنيسه عندنا ابتديت اصلي ما قلتش ليه الشماس قال ايه اللي طاز؟ ولا مثلا من الاخطاء الشائعه جدا في مصر تلاقي مثلا كنيس نبتدي القداس فنقول اذان انا الاستاذ رفع الركوع عشان فنبتدي نقول يا ابانا لازم السماء او رفع الركوع ده هيك الشماس اللي بره يقول كان ده خريستوس خريستوس ده مش هو ما بقاش بس هيك قال تسكين خلاص خلاص طبعا مصر فيها ريسورس كتيرة خدمات كتيرة طبعا ريسورس بتنفع في أنشطة كتيرة يعني مثل المعاهد شوف مصر معهد الكتاب المقدس معهد الرعاية معهد المشهورة
صعب. الحاجة الثانية هنا بس الخدمة بتركز في الويك إند، يعني لما تيجي تعمل أي حاجة في الويك دايز صعب إن الناس تحضرها. إنما مصر اعمل في أي وقت هتلاقي كنيسة مليانة، ويك دايز، سبتية، ظهرية، برضه من غرب الكنائس الشعب الناس ساكنين حوالين الكنائس كده. طبعا يعني نشكر ربنا دلوقتي يعني النهضة اللي سيدنا البابا عملها في النهضة اللي فيه الأداء كان كتير وكنائس كتيرة فرق كتير. يعني احنا لما جينا 89 أنا كنت بعض الشهور ما شفتش كاهن تاني ونفسي أشوف مجرد أشوف كاهن، يعني أشوف كاهن زي كده كان عارف ما لقيتش. كان عندنا دون أنطونيوس السان أنطونيو كان أحيانا بيسافر خدمة في بلد صغيرة فكان بيبقى عنده ترانزيت بيبقى مفيش لايك ستوب لايت مثلا يطلع من سان أنطونيو يقف في دالاس وبعدين ياخد من دالاس سيارة يطلع مثلا فيها على طرس لهون. فكان من كتر ما الشوق اللي أنا نفسي أشوف قبل كاهن كنت أقول لبنى دي بس معاد الترانزيت أجي أتزرع فيها في المطار. طبعا كان دخول المطار بيبقى سهل وقتها يعني زي دلوقتي فكنت أروح أقابل في الترانزيت غير بس عشان أشوف شيء كاهن زي كده مع بعض. ف لك طبعا مش ربنا حالة كتير. إيه تعني شباب العصر؟ شباب العصر؟ يعني طبعا بظهر شباب العصر. الحقيقة أنا بحس إن الشباب هنا في أمريكا يعني في نص أمريكا بياخدوا يتجه للدين يا إما بيبقى فعلا مع ربنا بكل قلبه يا إما فعلا بعيد عن ربنا. قليلين اللي بياخدوا الحياة الوسط الفئة الاستوائية دي اللي بين هنا وهنا لأن هنا فعلا اللي عايز يعيش مع ربنا بكل قلبه هيعيش مفيش حاجة تمنعه واللي عايز برضه ينحرف بكل قلبه هينحرف مفيش حاجة تمنعه. فبحس هنا في صدق في العلاقة مع ربنا لما تكون علاقة حية. لكن برضه أقول إن في أولاد كتيرة ربما لو ما كانتش هجرت ما كانتش وصلت للانحراف ده. يعني في مصر برضه الانحراف محكوم. إنما هنا الانحراف مش محكوم. لكن ده مش معناه إن هنا مفيش في أولاد هنا أحسن من أولاد مصر كتير جدا جدا يعني. فهي تعتمد على البيت يعني البيت المسيحي زي رب الغابة في مخافة ربنا وطبعا دور الكنيسة دور مهم لكن بيبقى يعني يا كده يا كده مفيش الاستوائية قليلة في مسيح برضه رد الأم السلام يا رب الصلاة السلام يحب الإله وكان قابل الخطا الحتة اللي بعدها بتقول السلام يا رب الجديد صاحب الجديد الدموع والتلبيه. بما ان احنا كنا بنحتفل في عيد البارك ربنا النهارده ماذا يمثل لك البارك ربنا؟ هي الرابط ربنا لو عايزين نلخص حياتي في كلمة واحدة هو كان رجل الصلاة رجل الصلاة يعني كان كل يوم يصلي الدرس ويعمل العشية والتسبيح. أنا حين أستعجب إزاي قداس بابا كيرلس كان بيقدر يعمل كده. يعني إحنا مسؤوليتنا لا يعني تقارن بمسؤولية بابا كيرلس. الواحد بيحس أحيانا كتير إن ما عندوش وقت نحضر عشية وتسبيح وقداس كل يوم. إنما زي هو مسؤولياته كان فعلا بيقدر يواصل على الحكايه دي باستمرار وحل كل مشاكله مشاكل الكنيسه كلها كانت تدار من على الناس ففعلا تدار من على الناس وعلاقته بالقديسين. علشان كده يعني ربنا يزيدنا ان احنا نحيا حياه الصلاه زي ما عاشها بس بابا كريفيس ونتعلم كده ازاي لنا علاقه بالمسبح ولنا علاقه بربنا في الصلاه والتسبيح. فعيد جلوس البرشلونة الثاني ومع وجود ناس كثيرة وقفت صحفية محضرة اسمها أزهار تركي وقالت للبابا قداسة البابا المعظم إنني الآن في حيرة فيما أخاطب قداسة البابا العابد أم أخاطب قداسة البابا الوطني العظيم أم أخاطب
أخاطب قداسة من بابا الصحفي، أم أخاطب قداسة من بابا الشاعر، أم أخاطب قداسة من بابا الإنسان، أم أخاطب قداسة من بابا ذو القلب الكريم. أنا سؤالي، ماذا يمثل لك قداسة بابا الشاعر؟ أقدر أقول إن سيدنا البابا يمثلني أنا شخصياً أيقونة السيد يسوع، يعني برأ فيه المثل الراعي، الأب، المعلم، يعني كان أيقونة، وده في اللاهوت الأرثوذكس، يعني كل الأب البطريرك هو يمثل أيقونة المسيح، مش كده لما بيدخل الأب البطريرك في الكنيسة بتقول الحمد لله مثل جوجي مين مثل جوجي لحم البطريرك في الشعامين موقف كزمر وقال القول انه فعلا سيدنا البابا بقى يعني جسد فعلا خدمة السيد المسيح، فنحن ما بنقوله فعلا هو هيكون حي السيد المسيح يعيش وسطنا. Thank you.